طيب عايز اتكلم معاكم بخصوص المصابين بقى، بس قبل ما اروح للمصابين، موسيماني كمان كان عنده جلسه مع اللعيبه اللي شاركت في مباراه امبارح، واتكلم على بعض الامور الفنيه سواء الايجابيه او السلبيه، وركز عليها بشكل كبير جدا، وده كان في ظل تواجد محلل الاداء اللي عرض كل هذه اللقطات اللي ركز عليها مستر بيتسو موسيماني. مباراه النهارده طبعا كان صباحي، واختتم بتقسيمه قويه جدا لكل اللاعبين. تعالى بقى نتكلم ايه على المصابين. عايز ابتدي بجونيور اجاييه. ونسب لحقه بكأس العالم للأندية، الراجل ماشي بشكل كويس جدا في برنامجه التأهيلي، قدامه قد ايه؟ قدامه يعني ممكن نقول اسبوعين. طيب فرص لحقه بكأس العالم للأندية هتكون ايه؟ مش واضحة حتى الآن، لسه مفيش تأكيد ان أجاييه يقدر يلحق كأس العالم للأندية. طبعا يا ريت يلحق، لعيب بقيمة كبيرة جدا ومهمة جدا، لكن ده هيبان خلال الفترة اللي جاية بالنسبة لجونيور أجاييه اللي ماشي بشكل كويس جدا في برنامجه العلاجي والتأهيلي. طيب تعالى بقى نتكلم عن محمد محمود. محمد محمود وده خبر مهم جدا جدا. محمد محمود يوم الاحد اللي فات راح للدكتور احمد عبد العزيز اللي اجرى ليه الجراحه في الغضروف، وطمن على حاله اللاعب وشاف ان اللاعب ماشي بشكل مميز جدا في برنامجه التاهيلي. طيب السؤال هنا، محمد محمود ينزل تدريبات امتى مع الفريق؟ الاول يبتدي جري بعد اسبوع، بعد اسبوع من دلوقتي محمد محمود يبتدي الجري حول الملعب. خلال قد ايه ينزل التدريبات الجماعيه؟ من المفترض ان هو في اول شهر 3 اول مارس ينزل التدريبات الجماعيه، لكن يعني بسبب ان هو ماشي بشكل مميز جدا وفي تطور ايجابي كبير جدا في حالته، فقبل كده كمان ممكن يعني ينزل التدريبات. يعني ممكن نقول كده من بدايه من نص 2 نقدر ان شاء الله نشوف محمد محمود في التدريبات الجماعيه مع الاهلي، ودي حاجه جيده جدا بالنسبه للاعب احنا افتقدناه كتير جدا، وهو يعني وحشنا بشكل كبير، واضافه هتكون قويه جدا لصفوف النادي الاهلي باذن الله تعالى. ده الخبر الاولاني بالنسبه لمحمد محمود. طب كريم نيدفيد، كريم نيدفيد خلال اسابيع ينزل التدريبات الجماعيه. الاسابيع دي اللي هي قد ايه؟ يعني اقل من شهر، يعني قول 3 اسابيع ان شاء الله ينزل التدريبات الجماعيه. هو كان بدا الجري خلاص حول الملعب والامور بالنسبه له جيده، فان شاء الله خلال 3 اسابيع ينزل التدريبات الجماعيه. ده بالنسبه لكريم نيدفيد. بالنسبه لناصر ماهر، ناصر ماهر بقاله 3 اسابيع من ساعه العمليه، خلاص قدامه كمان 3 اسابيع عشان يبقى بقاله 6، وبعد الستة دي يبتدي التدريبات بالشكل كامل. هو دلوقتي بيعمل بعض التدريبات الخفيفه عشان اكيد كتفه مربوط، لكن خلال 3 اسابيع من دلوقتي يقدر يعمل تدريبات كامله بالنسبه له. قدامه من شهر ونص لشهرين عشان يرجع للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. الفريق يعني الحمد لله خالي تماما من فيروس كورونا، واللاعبين كلهم متاحين بالنسبه للجهاز الفني فيما هو قادم من تحديات ومباريات مهمه. دي بعض الاخبار اللي حبيت اقولها لحضراتكم، وهي اخبار في الحقيقه جيده جدا بالتحديد فيما يتعلق بمحمد محمود وكريم نيدفيد، مستنيينهم بشكل كبير عشان اكيد هيكونوا اضافه قويه بالنسبه للنادي الاهلي في وسط الملعب.